خوت، مرحبا بكم في قصة جديدة. قصة اليوم اللي هي غادي نعتبرها هنا احسن قصة لحد الان، لاني دابا سجلت 8 القصص وكنعتبر هذه هي احسن قصة في هاد 8 اللي سجلت اللي كتسجل. علاش؟ لان فيها واحد الاحداث اللي عجبتني انا، فنتوكلوا على الله ونبداو في القصة ديالنا اللي هي قصة اصحاب الكهف. وعطيونا جيم وتبعوا معنا القصة كيفاش بدات، ونبداو على بركة الله في القصة ديالنا. القصة ديالنا كتبدا ان واحد الفتى مؤمن دخل لواحد القريه كيحكمها واحد الملك ظالم، واحد الملك كافر ومدخر في هذا الكفر ديالو. داك الفتى المؤمن اللي جا دخل لديك القريه، شي دراري كانوا تما صحابو، تصح مع شي دراري تما، ولاو تما امنوا بالدين اللي كان يامن به هذا الدري هذا، اللي هو الدين الحق، يعني الدين الاسلام، يعني يؤمن بالله. ف اجتمعوا واحد 6 ولا 7 دراري اللي كانوا صحاب هذا السيد هذا، ملي كانوا ديما كيجتمعوا وكذا يعني ويذكروا الله وكذا، ولا اله الا الله والتوحيد وكذا، وكفروا بذاك الملك الظالم اللي كان كيجبرهم على الكفر. وصلت له الهضره، الشكامه وصلوها له بان راه واحد الدري راه هنايا راه تصاح مع شي دراري هنايا في وسط القبيله ديالنا، واش راه يدير واش راه يدير. ذاك الملك صرت الجنود ديالو قالوا سيروا جيبوهم لي. مشاو جابوا له ديك الفتيه، قال لهم يا اما توليوا على الدين ديالكم، زعما تكفروا بذاك الدين ديالكم ولا غادي نقتلكم. قال مولاي نعطيكم مهله ديال التفكير، نعطيكم واحد اليومين سيروا فكروا وغادي نولي نجيبكم عاود. مشاو واجتمعوا ومشاو قالوا نمشيو لواحد الكاف وتما نقرروا شنو غادي نديروا. قداو معاهم واحد الكلب، وداك الكلب ها دابا وصلنا لهذا الكلب ديال اصحاب الكهف اللي مشاو للكهف. داك الكلب ديالهم اللي جابوه واحد في هذوك الجماعه اللي كانوا كيامنوا بالله، واحد فيهم كان سارح، يعني سارح الغنم ديالو وكذا، لقى واحد الجري صغير، يعني كليب صغير وكذا، يلاه كيتزاد داه وتهلا فيه وعطاه الماكله وكبر، وبقى داك الكلب ديما كيمشي معاه يسرح. فهداك الشيء علاش من نبدا القصه ديال داك الكلب اللي مشى معاه 76 كلبهم كذا. مش كملوا في القصه، دخلوا للكاف، قالوا حنايا اذا شدوا هنا راه غادي يتركونا، يعني شفنا ما بغيتش نكفروا بالدين الاسلامي اسمو غادي نديروا. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كانوا نستقروا بعدا في هذا الكاف، نعسوا شوية بعدا ونشوفوا شنو نديروا. نعسوا هما داخل في الكاف، والكلب ديالهم بقى على برا في الباب ديال الكاف، باسط ندير عليه بالوسيط. شوفوا معايا الآية القرآنية هنا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فملي نعسوا، هما قالوا دي نعسوا غير واحد الساعة ولا جوج سوايع، يعني نحيدوا العيا ونوضوا. ولكن فات الأيام وفات الشهور وفات السنين، شحال تفوت عليها 309 سنين، 300 سنة وازدادوا 9. نعسوا 309 سنة، وكيفاش كتقولوا زعما علاش ما نعسوش الطفار ديالهم كبروا، ولا يعني علاش ما شافوش اللحية ما عودت لهمش منا وكذا؟ علاش؟ زعما داكشي حكمة ديال الله، الله بغى يخلف الشباب ديالهم، يعني كيما نقولوا السفر عبر الزمن، هذا هو السفر عبر الزمن. الله حكمة ديال الله بغاهم يبقاو شباب كما كانوا، كما دخلوا للكهف كما يبقاو. ملي ناضوا من ديك النعسة ديالهم قالوا، فتساءلوا بينهم زعما شحال نعسنا، قال واحد فيهم قال لهم لبثتم يوما أو بضع يوم، يعني زعما نعسوا واحد النهار ولا بضع يوم، زعما نعسوا واحد 4 سوايع نص نهار ولا 4 نهار، يعني بضع يوم. فلقاو راسهم جيعانين، سلموا الغبن، قالوا شنو نديروا؟ واحد فينا غادي نعطوه الفلوس، يدي الفلوس ويمشي يهود للمدينه يجيب لنا الما ناكلو، ولكن يرد باله ويحضي راسو، راه ميلا شدوه راه غادي يقول لهم فين راحنا، وراه غادي يجيو يتركونا. يعني هذا اللي غادي نصيفطوه يمشي يجيب لنا الماكله من المدينه، خصو يمشي ويسقر ويدير التام وكذا وما يبانش، ويجيب لنا الماكله ويجي مولي. عطاوه الفلوس، ناض مشى ولد ديك المدينه اللي كانوا عاقلين عليها من ذاك الوقت، ما حسبهم ديك المدينه لان حسبهم نعسوا غيرها. مشاو ديك المدينه، مشى ديك المدينه، مشاو انا بقاو هما، مشى ديك المدينه باش يجيب لهم ما ياكلوا. لقى ديك المدينه غير الاطلال، يعني غير ديورهم هاد الدماء وكذا، يعني مهجوره ديك المدينه. فزاد كمل الطريق ديالو، بقى ماشي حتى يلقى المدينه الجديده اللي تبنات عاود جديده. دخل تما وبغى يشري الماكله، كي دخل السوق كذا جبت لهم ديك الفلوس، دوك الناس دوك اللي كيبيعوا تما لقاو ديك الفلوس قديمه، قالوا مين جبت هاد الفلوس؟ من كذا وصلت الهضره للملك، ذاك الملك الجديد هذا، ملك ما ذاك الملك الكافر كان يحكم تما، ملك مؤمن. من وصلت الهضره بان شي واحد راه جابوا فلوس ديما كنز، جا الملك سولو قالوا ودي كيفاش راك انت مشيت هاد الكنز واش لقيتو واش كذا؟ قالوا دينا هاك يوقع لنا اسمو ذاك الملك المسلم المؤمن، عجبو القصه ديال هاد الدري هذا وبغى يمشي يرافقهم، هو الجنود ديالو بغى يرافقهم للكافي يشوفوا كيفاش فوتوا الحياه ديالهم كيفاش كذا.
بلي مشاو لتما للكاف كيقولوا كاين جوج روايات، كاين اللي كيقولوا ودي راه يعني دخل داك الدري دخل وخلى الملك تسنت ما قال لهم دخل كلمهم، ولكن دخل مات حتى هو وماتوا في البلاص، ملي دخل داك الملك يشوف لقاهم ميتين. كاين اللي كيقول دخل داك الدري ونوضهم وقال لهم تكلموا الملك هو برا بغى يشوف راه مات داك الملك القديم وراه كاين ملك جديد مؤمن خرج راه بغى يشوفكم وخرجوا عنده وسلم عليهم وكذا 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 ولاو تما وماتوا. المهم كاين جوج روايات اللي قلت لكم بجوج باش نتوما تبحثوا وتشوفوا شكون هي اللي صحيحه فيهم. وما كملتش هنا، راه كيقول لك اودي يعني تما منين كانوا دوك الناس تما وقاو دوك الناس ماتوا شنو قالوا دوك القوم دوك القريه؟ قالوا يا اما نبنيو عليهم بنيانا زعما نبنيو عليهم شي بني ولا نبنيو عليهم مسجد. وبقاو يشتاوروا بيناتهم فغلبت الفئه اصحاب المسجد قالوا نبنيو عليهم مسجد هنا في هذا الكاف هذا. سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وقالوا ثلاثة، أنا أوريكم واحد المعجزة هنايا في القرآن. هاي سيقولون، هاي في سورة الكهف، شوف ركزوا معايا سورة الكهف بسم الله في الآية 21 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل فلا تفاري فيهم إلا مراء ظهيرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يعني قال لك يعني كل واحد فيهم كيقول ثلاثة وربعهم كلبهم كيقول ربعة وخمسة كلبهم كستوت، ولكن قلت لا يعلم عدتهم الا القليل زعما القليل ديال الناس. شكون هاد القليل ديال الناس؟ الناس اللي كتبحث وتقرا. غنوريكم يعني اسمه هو هنايا الصحيح. يعني شنو تقولوا نتوما في النظر ديالكم زعما تكونوا يكونوا ثلاثه والرابع هو الكلب ديالهم ولا يكونوا خمسه والسادس هو الكلب ديالهم؟ غادي نعطيكم الدليل. الدليل هو هذا سبعه وثامنهم كلبهم، لان شوف سيقولون ثلاثه ورابعهم كلبهم ما كايناش الواو، واو التاكيد ما كايناش في ثلاثه ثلاثه رابعهم كلبهم ما كايناش الواو. يقولون خمسة سادسهم كلبهم ما كاينش الواو رجما بالغيب سبعة وثامنهم. ها شوف ركزوا معايا سبعة وثامنهم كلبهم، يعني هاد الواو ديال التأكيد وثامنهم يعني هما كاينين سبعة والثامن ديالهم هو الكلب. وكاين اللي كيقول زعما يعني دابا الناس كيقول كيقول حتى واحد ما عارف العدة ديالهم. لا لا هو قال لك ها الله راه كيقول هذه شاف في القرآن ولا شيء يعني لا قليل ولا تفاري فيهم إن ظاهرة آية ربي أعلم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلم عدتهم الا قليل. يعني زعما غير ناس قلال اللي كيعرفوا وانتم محظوظين الناس اللي كيشوفوا الخانات ديالنا ولا فيسبوك كتشوفوا هذا الفيديو راكم من الناس المحظوظين لانكم عرفتوا العده ديالهم شحال كانوا سبعه وثامنهم كلبهم، لان ديك الواو ديال الثمانيه وثامنهم ديك الواو ديال التاكيد. وهنا نستنتج بانهم كانوا سبعه والثامن ديالهم هو الكلب ديالهم اللي كان مشى معاهم. وتحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اللي كنتو كتشوفونا في فيسبوك ابوني وجيم، كنتو كتشوفونا في يوتيوب ابوني وجيم بحال بحال. تحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله غدا ان شاء الله.